أكبر 10 دول في آسيا من حيث المساحة. في المركز العاشر تركيا بمساحة 747,272 كيلومتر مربع. مع احتساب الأجزاء الأوروبية يصبح المجموع 783,562 كيلومتر مربع. في المركز التاسع باكستان بمساحة 796,095 كيلومتر مربع. مع احتساب آزاد كشمير وغلجيت بلتستان يصبح المجموع 882,363 كيلومتر مربع. في المركز الثامن إندونيسيا بمساحة 1,472,639 كيلومتر مربع. مع احتساب الأجزاء في أوقيانوسيا يصبح المجموع 1,904,569 كيلومتر مربع. في المركز السابع منغوليا بمساحة 1,564,110 كيلومتر مربع. في المركز السادس إيران بمساحة 1,048,195 كيلومتر مربع. في المركز الخامس السعودية بمساحة 1,149,690 كيلومتر مربع. في المركز الرابع كازاخستان بمساحة 1,455,034 كيلومتر مربع. مع احتساب الأجزاء في أوروبا يصبح المجموع 1,724,902 كيلومتر مربع. في المركز الثالث الهند بمساحة 3,287,263 كيلومتر مربع. في المركز الثاني الصين بمساحة 9,596,961 كيلومتر مربع. تتضمن كل من هونغ كونغ، ماكاو، تايوان، الجزر والأراضي المتنازع عليها. في المركز الأول روسيا بمساحة 17,125,200 كيلومتر مربع، هذا مع احتساب الأجزاء الأوروبية.